مع اقتراب منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018 ظهر ألبوم صور بانيني اللي بتنتجه إحدى الشركات الإيطالية مع كل نسخة للبطولة. الألبوم بيعد فرصة كبرى لهواة جمع ملصقات وصور اللاعبين المشاركين في المونديال العالمي. بانيني ده ألبوم بيتجمع فيه صور لعيبة كأس العالم المنتخبات اللي شاركت في كأس العالم من ضمنهم طبعا مصر. في علبة كروت بتاعت كل علبة بيبقى فيها 50 باك، الباك بيبقى فيه 5 كروت، بيبقى فيه بقى كل المنتخبات حسب تشكيلة اللعيبة. الباكو ب 15 جنيه، الألبوم ب 30، العلبة فيها 50 باكو ب 750. بالنسبة للفكرة نفسها عبارة عن ان انت بتجمع صور اللعيبة منتخبات، كل منتخب له صفحتين كده بتلزق فيهم صورهم، كل صورة من دول بيبقى في ظهرها رقم، انت بتقرأ الرقم اللي على ظهر الصورة وتدور عليه جوه الألبوم لحد ما تلزقه. بتجمع الألبوم كله بيبقى عندك للذكرى ان انت جمعت ألبوم منتخبات كاس العالم. الولاد بياخدوا العلبة وبيشوف الصور، حسب لو في صور بتطلع مع احيانا صور مكرره عشان كده بيبدلوها الاولاد مع بعضيهم، فحسب بقى كل واحد وحظه. ودلوقتي بيعملوا جروبات على الفيسبوك وبيبدلوا مع بعض بالارقام، كل واحد بيقول انا عندي الرقم كذا وكذا وكذا متكرر، فيبدلوا مع واحد صاحبه. عودة منتخب مصر للمونديال بعد غياب 28 سنة ساهمت في ارتفاع نسبة اقبال فئات مختلفة على شراء الالبوم. طول عمره كاس العالم عليه اقبال، بس السنة دي بقى انت عارف مصر مشاركة وبعدين مش بس مشاركة، يعني منتخب مصر السنة دي انت شايف ان هو منتخب واعد، يعني عندنا محمد صلاح وعبد الله السعيد عاملين شغل يعني، فالاقبال على الموضوع اكبر. والملاحظ بقى ان اللي بيقبل على الموضوع ده مش اطفال، يعني من اول اولى ابتدائي لحد في عمري انا، يعني عندي ناس مجمع الالبومات من سنين قديمه، فمن هو صغير بيجمعه، فالفكره في دماغه لحد ما كبر وخلف وبقى بيجيب لنفسه ولابنه. 48 سنة مرت على أول إصدار لألبوم بانيني، إلا أنه لحد النهاردة من أهم الأشياء اللي بتجذب عشاق كرة القدم دايما قبل كأس العالم، خصوصا أنه بيصنع تفاعل كبير بالصور بين المشجع ومنتخب بلاده. هشام الرباط هنا العاصمة.